السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع محمد قاسم. الفيديو ده خاص بالمقابلات الشخصية للوظائف الخاصة لوزارة الشؤون الإسلامية. طبعا احنا عملنا أكثر من فيديو خاص بالمقابلات الشخصية ونستكمل بقية الفيديوهات. ما هي أول هدية أهديت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة؟ قصعة خبز وسمنا ولبنا، وهي هدية زيد بن حارثة. من أول من قتل من المشركين في غزوة بدر الكبرى؟ الأسود المخزومي، وقتله حمزة بن عبد المطلب. من هي أول امرأة بكر هاجرت؟ أم كلثوم بن عتبة بن أبي معيط. ما أول ما تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم للمدينة؟ صلوا الأرحام وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. من أول من صنف تفسير القرآن بالإسناد؟ مالك بن أنس. من أول من سمي أحمد؟ الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ولم يسمى أحمد قبله. من أول من قاتل بالسيف؟ وأول من لبس السروال؟ إبراهيم الخليل. من أول من ولي بيت المال؟ أبو عبيد الجراح. من هو آخر صحابي توفي من الصحابة؟ أبو الطفيل عامر ابن الكناني. أين ولد سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ في بابل من أرض العراق، وقيل بمنطقة حاران. أول ما يتكلم من الإنسان يوم القيامة واشهد عليه؟ قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، وقيل فخذه وكفاه. ما اسم امرأة لوط؟ والعة. ما هو قاتل حسين في الكربلاء؟ شمر ابن ذي الجوشن، وقد فصل رأس الحسين عن جسده. أين يوجد قبر النبي هود؟ مقبرة وادي السلام في النجف الأشرق بالعراق. ما هي آخر سورة نزلت كاملة؟ منهم من قال سورة النصر، ومنهم من قال سورة التوبة، ومنهم من قال المائدة. ما هو الاسم الحقيقي لأبي الدرداء؟ عويمر ابن زيد، وقيل عويمر ابن عامر. من أول من هاجر المسلمين إلى الحبشة؟ أبو سلمة بن عبد الأسد. أول من غرس شجرة؟ أنوش ابن شيس ابن آدم عليه السلام. أول من بنى صنعاء اليمن؟ علي بن محمد. أول من قاضى في البصرة؟ أبو مريم الحنفي. أول من دفن في البقيع من الصحابة؟ أسعد بن زرارة، وقيل عثمان بن مضعون. من أول من أظهر التوحيد بمكة؟ قص بن ساعدة وورقة بن نوفل. من هو قائد غزوات ذات السلاسل؟ خالد بن الوليد، وقال بعضهم عمرو بن العاص. من أول قاضي بالكوفة؟ شريح بن الحارث الكندي. ما هو أول يوم خلقه الله؟ يوم الأحد. تأكدوا من هذا السؤال. ما هي المدينة التي توفي دفن بها خالد بن الوليد؟ حمص، في جامع خالد بن الوليد. أول من أسلم من الأنصار؟ منهم من قال أبو نعيم، ومنهم من قال أبو الهيثم ابن التيهان. من هو الصحابي الذي حفر اللحد للرسول عليه السلام؟ أبو ذر الغفاري. من هو آخر من توفى من الصحابة؟ أنس بن مالك، وقيل أبو الطفيل عامر الكناني. أول من اتخذ جهاز شرطة في الإسلام وجعل له جهازا مستقلا لحفظ الأمن؟ عثمان بن عفان. أول من أدخل نظام الشرطة في الإسلام؟ لابد من الملاحظة أن المسلمين أول من أوجدوا نظام العسس، وهو الاسم الأقدم للشرطة، وكان في زمن الخليفة عمر بن الخطاب، وهو الذي أسس نظام العسس كما يقال
أن أول من أدخل نظام الشرطة في الإسلام هو عمرو بن العاص، وأن المؤسس الأول وأنه هو المؤسس الأول. ما أول جبل وضع في الأرض؟ جبل أبو قبيس في مكة، لأن الحجر الأسود اقتبس منه. من أول من ألف في أحكام القرآن؟ الإمام الشافعي. من هو أول داعية إسلامي؟ مصعب بن عمير. من أول من أضاف اسم الله إلى اسمه من الخلفاء؟ المعتصم ابن هارون الرشيد، المعتصم بالله. من أول من استلم الحجر الأسود من الصحابة؟ الزبير بن العوام. ما هي أول سورة نزلت في مكة؟ العلق. من ثاني الأنبياء؟ نوح عليه السلام. من هو النبي الذي ذكر اسمه في 10 سور من القرآن الكريم؟ موسى عليه السلام. من هو النبي الذي ذكر اسمه في 25 مرة من سور القرآن الكريم؟ إبراهيم عليه السلام. من النبي الذي تكلم في المهد؟ عيسى عليه السلام. من هو النبي الذي ابتلعه الحوت؟ يونس عليه السلام. نبي كان يصوم يوم ويفطر يوم؟ داود عليه السلام. إن شاء الله نكمل في بقية الفيديوهات. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.